يا ريت رحنا على البوسنة من زمان. خلينا نطلع مشان ما تفيق. يلا. يلا تعو. معقول؟ خالة سيما عايشة؟ ايه. ما عم صدق. سيد عمر عم يقول انك لقيتها وجبتها. ايه. وبتعرفي مين السبب اللي خلانا نعيش بهالكذبة؟ محامية الغالي المعجبة في سيما احمد سونمار، يعني ابوكي. انت عم تكذب. ابوكي كذب علينا يا زينب، وهو اللي دمر حياتنا. ايه ليلى؟ فاضية شوي؟ ايه قولي. خلصتي؟ ايه، لقوا سيارتهم فاضية لهدول الرجال، بس لساتهم عم يدوروا عليهم. ايه منيح. انت شو عم تعملي؟ عم قول لحالي روح لعند كاميليا. ليلى اوعك تروحي، لانه هن بيعرفوا هداك المكان. رح يبعتوا معي حمام. بتروحي لعنا ليلى، ما رح اتركك. اه يا الله كيف نسيناها. بلاها، بخاف امك وابوك يعملوا لك مشكله. رح روح لعند كاميليا. ليلى ليكي خليل معي، عم يقول تجي لعنا وبدون نقاش. الليله تجي لعنا فورا ولا تفكري باهلي هلا. خدي تاكسي وروحي فورا، وانا هلا لحقتك. طيب بشوف. بدها تجي؟ بشكرك على كل شيء عملته معي. أنا اللي لازم أتشكرك على هالجرأة. رح نقبض عليهم ما تاكلي هم. رح خليهم يوصلوكي بالسيارة ويديروا بالهم عليكي. شكراً. أنا بالغرفة 5. أنا هون، كيف رح تبقي لحالك مع ليلى؟ لو سمحت. وبلكي هالجماعة راقبوها لتطلع من مركز الشرطة. قال بدهم يبعتوا معها حماية. ميرنا مع هيك ماني مرتاح. كيف بدك تروحي بالتاكسي؟ أنا بوصلها وبرجع. ما في داعي. يلا حتى يطمن خليل.